وبعد ذلك يعني إذا كان الحديث طبعا يرويه الحفاظ المتيقنين من الأحاديث المسلسلة واحد عن ثاني، مثل كما قلنا الحديث الذي جاء فيه عن الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الحديث لعله لم يرد إلا مرة واحدة، وقال بعضهم ما ورد قط، يعني بهذه الصفات قليلة جدا أن تجد دائما الاجتماع بهذا الأسلوب. أحكام التصحيح والتحسين والتضعيف. اختلف علماء الحديث في شأن التصحيح والتحسين والتضعيف، هل يجوز ذلك لأهل العصور المتأخرة أم لا بد من الرجوع في ذلك إلى تنصيص من العلماء المتقدمين؟ هذا دائما نقاش بيجري، هل بيجوز الآن نضعف ونصحح ونحسن بعض الأحاديث أم أنه دائما الرجوع إلى المتقدمين من العلماء؟ قال الحافظ ابن الصلاح: من رأى في هذه الأزمان، يعني زمانه فما بعده، حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد، فلا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان. حكم خالص وهذا عم نتكلم في عصر ابن الصلاح، تصور. وأيضا باعتبار أنه لو كان صحيحا لما أهمله أئمة العصور المتقدمة بشدة فحصهم واجتهادهم. وهذه نقطة يعني يتوقف عندها من ناحية الفهم السليم، مع أنه قد الإنسان يرى أمرا غير هذا، لكن الفهم السليم أنه هم ما فاتهم، فلعل على ضوابطهم أنه هذا ضعيف، ما فاتهم، ما بيجي الواحد مثل الآن بيفتكر حاله أنه اكتشف المي السخنة، أنا اكتشفت أمر، بيجي بيحط على بعض المسائل الفقهية ولعله لم يصلهم الحديث. كلام هذا كلام هراء. وقال الإمام النووي: والأظهر عندي جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته. قال الحافظ العراقي وهو الذي عليه عمل أهل الحديث: فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا. فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن بن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام، فإنه صحح فيه عدة أحاديث، ومنهم الحافظ ضياء الدين المقدسي جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري ومن بعده كالحافظ شرف الدين الدمياطي. نعرف الإمام شرف الدين الدمياطي؟ كثير من المقدسي نعرفه، ضياء الدين كان إماما من أئمة الشافعية، عالما. الدمياطي عنده كتاب جميل جدا، والمنذري بنعرفه، ما صاحب الترغيب والترهيب، هذه أسماء مشهورة لازم تكون معروفة لكل واحد يعني، وكلهم سبحان الله كانوا في عصر واحد، كانوا كلهم قريبين من بعضهم، وكان يسمى عصر الحفاظ، كله كان في ما في يعني الحفاظ كنت تشوفهم في الشوارع، في كل شارع حافظ 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 حافظ، وكانت أيام يعني هذا كما يقال عصر الحفظة أو الحفاظ في دمشق، كانت دمشق يعني شوارعها تأن بالحفاظ. الدمياطي كان من الدمياطي دمياطي مصر، له كتاب جميل جدا، إذا الإنسان ما بده يشوف كتبه الأخرى، لكن كتاب مشهور جدا اسمه المتجر الرابع. المتجر الرابع في ثواب العمل الصالح، من الكتب الرائعة التي أنصح أن تكون في كل بيت، مثل رياض الصالحين. بس المتجر الرابع في ثواب العمل الصالح، كتاب أحاديث حديث فقط، كل شيء ما ثوابه، كل شيء يعني جمع على كل شيء ثوابه، ثوابه كذا ثوابه كذا ثوابه كذا، مثل رياض الصالحين، لكن فرق أن يذكر هذه الأحاديث فقط، أحاديث الثواب بس، ثوابه كذا ثوابه كذا، من الكتب الجميلة جميلة جدا جدا، يعني من بدأ بقراءته
سبحان الله يجد حلاوة هيك ولا ينتهي منه، بل دائما يحب أن يقرأ فيه لأنه جمع فيه الثواب. ربما مثل هذه الكتب لازم تعطى على المنابر للشباب الأمة. هي هذه كتب الخطابة وغيرها. وفلكم تهدى ولا تباع. إيه نعم ثواب هذه يعني. من الكتاب أروع من رائع. ومن بعده أيضا كالشيخ تقي الدين السبكي عليه رحمة الله، فإن جميع هؤلاء صححوا أحاديث لم يوجد لها تصحيح ممن تقدمهم. السبكي من أين؟ مصري. دائما هذا العصر 600 أو خلينا نقول من 500 إلى 700 هذا العصر، حفاظ دائما كانت قد يكون لهم أصول أخرى، لكن دائما كان يعني عملهم ما بين مصر ودمشق، كانت القاهرة ودمشق هي يعني أماكن الحفاظ، وكان في منهم كثير منهم كالفاسي عليه رحمة الله كلهم أصولا مغاربة وكذا، لكن أتوا إلى تلك البقعة فصاروا هون، وكأن كانت مركز الحفظة في وقت من الأوقات صار هون يعني دائما. في مسألة أنه صحح أحاديث لم تكن مصححة من قبل، وأنا لاحظت بأن وفاة الشيخ السبكي هي 705. نعم. فمتى ممكن القول بأن، لأن في عهد الصحابة، الصحابة صاروا في الأمصار ومنهم من ذهب إلى المغرب ومنهم من ذهب إلى المشرق، وذهب ويعني وانتشر حديث رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأرض، فمتى ممكن القول بأن تم حصر منذ مثلا عهد تم حصر جميع أحاديث وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أن لو بعد هذا العصر لو جاء إمام من الأئمة وضعف حديث فلا يمكن القول بأن إمام يأتي من بعده فوجد طريق لم يجده هذا الإمام حتى صححه أو العكس أو ضعفه. خلينا نقول في كتب للحفاظ دونوها، جيد، كتب للحفاظ دونت وكتبت فيها ووافقت عليها الأمة. الحفاظ كثر يعني ما واحد ولا اثنين، في مسانيدهم أو مجامعهم أو في معاجمهم أو في سننهم كلها دونت. وين القضية أخي الحبيب؟ يعني قد يأتي عالم من العلماء مثلا مثل الإمام المنذر عليه رحمة الله أو السبكي، يتوقف عند حديث معين، هذا الحديث له طريق واحدة أو طريق حكم عليهما الأئمة بكذا أن هذه واهية وهذه ضعيفة. جاء الإمام السبكي فجعل دراسة خلينا نقول تفسيرية، أجا قال لك لا أنا القضية بدي أرجع أدرسها من ناحية ليست من ناحية فقط الحديث وإنما من نواحي أخرى، من ناحية التفسير، رجع إلى القرآن الكريم، هل هناك من الآيات ما يؤيد معنى هذا الحديث؟ بهذه الطريقة جاء عاد من الأول وجد نعم معنى أقوال المفسرين في ذلك، نعم أقوال الصحابة بدأ يرجع، فبدأ خلينا نقول يبدأ باستقراء التاريخ، فوجد هناك خلينا نقول حوادث تاريخية توافق هذا الحديث أو معنى هذا الحديث، فجاء على هذا المعنى وصحح معنى الحديث وليس بمعنى إسناده، أن المعنى من الحديث هو صحيح هو كذا وكذا، وإن كان السند ضعيفا لكن المعنى صحيح هو كذا وكذا وكذا وكذا، هذا يجري. يعني لما يصححوا الأحاديث لا ينقضوا أحكام بنى عليها السلف. لا لا ما ينقض أحكام، دائما يعني في قضايا خلي أقول لك قضايا قد تكون بفضائل الأعمال بقضايا أخرى بما شابه ذلك. ما تضرب الصميم، ما تضرب أشياء. أما تلك الأحاديث التي هي خلينا نقول الأصول التي يبنى عليها لا، هي منتهيين منها من زمان، لكن تبقى بعض الأحاديث التي يستأنس فيها مثلا من هنا ومن هنا، مثلا تلقين الميت تجد فيها حديثة، تجد بعدين تأتي في بعض الروايات وبعض هذه، بعدين يعمل لها دراسة فقهية فأين التعارض فيها مثلا مع
قضايا كثيرة بالنهاية من بعد هذه الدراسة يصحح هذا الأثر أو هذا الحديث فيقول لك لا هذا أثر صحيح. بيجي واحد من دراسة حديثية محضة في الإسناد بيجي بيقول لك هذا الإسناد ضعيف إلى آخره فالحديث ليس له أصل وكذا وهذه بدعة برميها بالبدعة دغري. بيجي فمن هنا يعني القضايا الدراسة هذه إنه قضية دراسة المتون وإعادة دراسة الأسانيد وإلى آخره باب مفتوح. لكن أنا الذي أقول يجب أن لا يكون لشخص يعني هنا الكلام جيد لكن يجب أن لا يكون لشخص إنما أقول يجب أن تعاد دراسة كثير من الأحاديث والمتون التي مثلا فيها ضعف إلى آخره وفيها اختلاف في التصحيح والتضعيف أو التحسين أو فيها اختلاف بين القبول والرد من جهة جماعة من الحفاظ أو الدارسين أو المحققين وهذه الجماعة تكون يعني لابد أن يكون لنا رأس يعني هذا ما همت به الخلافة العثمانية في أواخرها أيام السلطان عبد الحميد رحمه الله. فالآن يعني ما نقوله أنه على هذا المنوال يجب أن تكون هناك جماعة من المسلمين من الحفاظ إلى آخره أو الدارسين المحققين المسندين يسند إليهم هذا العمل من قبل ولي من أولياء الأمور وبيكون بتنوعهم مثلا فيهم المحدث الشافعي وفيهم المحدث المالكي وفيهم المحدث الحنفي والحنبلي بكل أطرافهم كل بدرسوا هذا الأمر من جميع حيثياته ثم بعد ذلك عندما يطلق الحكم يطلق الحكم صحيحا. أما أن نفرد لكل شخص انتماء معين عنده نزعة معينة أما عندما يجتمع مع الآخرين فيحاول أن يتصل مع الآخر لا أن يصادمه حاول أن يتصل بقدر الإمكان فلذلك يراعي هذه كل شخص أخي عنده في داخله حيثيات كلها بشكل أصح. فإذا كان في مراجعة لعلم الحديث يجب أن تكون على هذا المنوال. أما كل المراجعات اللي الآن تجري من بعض المشايخ إلى آخره يعني خطيرة في بعض الأحيان وبعض الأحيان يردوا يعني وين قضية يأتي مثلا إنسان بيقول لك رد تصحيح السبكي لهذا الحديث بيرجع مثلا بعد 20-30 سنة بيرجع بيقول لك وقد ظهر لي أنه كذا كذا ما يعني ما اعتمد عليه السبكي صحيح فممكن أن يعتمد. طيب هلأ لو وجدته فمن هذا يكون يجب أن تكون أمة يعني الصحيح لا يضعف شيخا بس ضعيف ممكن يصحح بمعنى يعني حديث صحيح ممكن الواحد يلاقي فيه مشكلة أو يلاقي فيه شيء ممكن ضعف. يجد فيه علل في المتن أم في حتى في الإسناد قد يجد فيه علة ولكن يعني حديث البخاري مو مقطوع فيها لا مقطوع أنا عم أتكلم حديث البخاري إلا أنه في بعضه مثلا تكلم فيه بعض العلماء أنه والله هذه فيها انقطاع هذه كذا الإمام الدارقطني إلى آخره. لكن يعني بالعام أنا أتكلم بالعام إذا قيل لك يعني في بعض مثلا بعض العلماء قالوا أنه مثل الإمام بن حجر المقطوع فيه هو الصحيحين وهذا عند العلماء لو قلت رواه البخاري لا تبحث بعده انتهى جيد هذا مقطوع بصحته. قال أما الآخرين فلا فيجب النظر لطالب العلم طبعا أو أهل الاختصاص فيجب النظر فأن يقول لك شخص لو فرضنا هذا حديث صحيح يجب النظر فيه. أما للصحيحين فهذه قال كثير من العلماء أنه لا أنظر وانتهى الأمر فهو مقطوع بصحته. أما الآخرين فطبعا لو جاء إليك وقال لك صحيح خلنا نقول مثلا صححه ابن حبان لا يسلم بالتصحيح بل عليك أن تنظر كيف صح. فإن ذكرت يعني والقضي إن كان هذا الرجل صاحب علم وأثق بعلمه فإن قال صححه ابن حبان وسكت عنه فمعناته هو راضي بتصحيح ابن حبان هذا المفهوم عند العلماء عند علماء الحديث. فدائما السكوت عن الشيء إقرار فمن هذه المسائل بينتبه. فدائما كلمة صحيح في كل الكتب لا أما عند الشيخين فهو يعتبر مقطوع إلا بحالات الاستثناء هذه دائما لا يؤخذ بالاستثناء على العموم. نعم يعني صحيح على الاستثناء هل نصدق أن القطع
في صحة جميع الأحاديث في الصحيحين هو من حيث الإسناد، ولكن قد تكون العلل موجودة في يعني الاستثناءات. هل هي فقط بسبب علل في المتن ولا حتى في الإسناد؟ لا في الإسناد، قد تكون في الإسناد انقطاع أو ما شابه ذلك، لكن هو عنده انجبر بشيء آخر، عارفين؟ أو ما بده انجبر بشيء آخر، أو تأيد بماذا؟ بعمل الأمة، تأيد بعمل السلف، يعني مثل حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، لما نأتي إليه بين ما في الحديث منه الصحيح بالمعنى التي أنت تريده على الضوابط. طيب هنا تفاجأ، طيب كيف صححه ووضع في الصحيح؟ أنه ماذا؟ أن الأمة تلقت هذا الحديث، يعني عمل الأمة للحديث تصحيح. فمن عمل بهذا الحديث؟ السلف كلهم الصحابة، فعملهم تصحيح للحديث فانتهى عنده. هذه قاعدة من أهم القواعد في علم الحديث، تبعت كيف؟ فمن على أساس هذه القاعدة صحح. أما إذا بدي يجي على المناقشات التي قبله فلا. طيب فإذا وحيث جاز التصحيح للمتأخرين فالتحسين يجوز من باب أولى. وقد حسن المزي حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم مع تصريح الحفاظ بضعفه. يعني أنت لما تجي إلى هذا الحديث، طيب واضح هو لا يحتاج من المعنى المدلول للحديث، لا يحتاج إلى تصحيح وتضعيف، يعني واضح الأمر. لكن مع هذا جاء إلى دراستي، عندما تأتي إلى الحفاظ لدرجة بلغ، نعم طلب العلم هو فريضة، هذا أمر حتمي، لكن أن تقوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللفظ فهي مسألة تحتاج إلى تدقيق. طب هنا كيف؟ هان القضية. وكذلك أيضا حكم التضعيف. وأما حكم الوضع فيمتنع إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع. وأما حد يعني بمعنى التضعيف يصح. أما قضية الوضع أن تأتي على أحاديث ما حكم عليها الأئمة بالوضع وتأتي تحكم عليها بالوضع فهذا أمر خطير، وهذا تجاوز، يعني ما كان يرضاه، وهذا للأسف يعني وقع فيه كثير من المشايخ المتأخرين، أنه أحيانا يكون بل هو موضوع، بالأخوة الضعيف بل هو موضوع، شو هي لعب القضية تروح تنط فيه من الضعيف للموضوع؟ نعلم أنه ضعيف، طيب بيّن ضعفه إلى آخر، لكن أن تقول بل هو موضوع، يعني ما في الكلام هذه بل كذا، ويعني هو سنة بل هو واجب، حيرتنا هذه كلها، كل واحدة لها مدلول، قل إما سنة وإما واجب. أما هذا أنت من أحد ما تتكلم في خطاب أمام الناس، ففرق بين بداية بذكروا هذه القضايا مع للأسف من عدم تدقيق. وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، يعني لا يمتنع، ممكن أنك تحكم على حديث بالتواتر، تجي أنت ولا تجد له الطرق والهذه تبحث فقد تجد، يعني أمر لا يمتنع. هذا مع أنه بعض العلماء ذكروا المتواتر واختلفوا هون وهون، لكن قد تجد هذا الأمر. وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة أكثر. فائدة قولهم أصح شيء في الباب كذا، وكثيرا ما يوجد هذا في سنن الترمذي وتاريخ البخاري وغيرهما. فقد قال الإمام النووي في الأذكار لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. وهذا أمر مفهوم، يعني لما بيقول أصح شيء في الباب، بعض العلماء بيكتب الحديث صحيح أو صححه الترمذي، يعني ما صححه وقال أصح شيء في الباب، يعني عنده كلهم ضعاف لكن هذا أقله ضعفا، أو هذا أفضلهم قبولا بين هالضعاف هذه كلها أقله إلى آخره. فهذه مسألة ننتبه إليها بشكل قريب إن شاء الله. طيب.
هلا قبل ما